باقي شهرين من عمري، حتى الوقع عمرهم ما يقارب 6 أو 7 شهور. ما قدرت تعيش بقد وجههم نعمان، وفوقها يقول أني مصارع. أوف أوف. خير سبعي؟ تفضلي. مبين مقهور كلش، تريد رايح حق قلبي؟ انسي يا اختي، لا تجين يمي، انا اصلا باقي شهرين من عمري، روحي يوم واحد عمره طويل. يلا يلا قومي قومي، يلا قومي لنا. شهرين؟ حتى الفراشات عمرهم اكثر من عمرك. صح كلامك، ليش ابوس هالحلقة هذا، حتى الفراشات تعيش اكثر من عندي. والله وبالله انا ما مقهور على موت نفسي، هاي مقهور على موت صفية. إذا أموت صفية كلش تنقهر. صفية منو؟ ها لو مرتك هاي. هي هاي ما عبر عن مشاعري هو، بس كلش أحب صفية، هاي ما أريدها تنقهر. هي لو تنقهر ورا ما أموت راح أظل أتقلب بقبري وأضرب راسي بالتابوت هيشي، وأبقى أتقلب 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 وأضرب راسي طن طن طن. أوهيك بالنظرة الأولى تبين مثل الدوب. اي مو من حجيت وياك طلعت رومانسي كلش. يا دب الرومانسي. هاي دب رومانسي مو. باي هسا هاي أعرف شو أسوي حتى ما خلي صفية تنقهر. أنا عندي فكرة. شنو؟ أقول خلي صفية تكرهني، يعني صفية إذا تنفصل عني وتتزوج غيري حتى إذا أموت هي ما راح تنقهر علي، مو راح نطلع من ذاكرتها ومن قلبها. خلاص. إيه خوش فكرة، بس نقول كرهتك زين راح تقبل تتطلق منك لو لا؟ فكرت بهاي؟ أها بهالأثناء أنت راح تتدخلين. إيه بس بفلوس. ها أنطيك فلوس أني؟ شو راح نسوي؟ وعي تعالي يمي خل أقولش.